أي هذا الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وجولة جديدة في صحة وجمال مع الدكتور عادل عبد العال. ونجم هذا اللقاء باستمرار ودائما هو الأستاذ الدكتور عادل عبد العال، نقيب العاملين بمجال الأعشاب والمنتجات الطبيعية، وأيضا نائب رئيس أكاديمية أونتاريو بكندا، وطبعا هو رمز من رموز الطب البديل. برحب بك دكتور عادل. أهلا بك يا حبيبي، شرف اللقاء دائما. ربنا يخليك، وبتوحشنا جدا والله. شكرين. طبعا برنامجنا صحة وجمال مع الدكتور عادل عبد العال هو برنامج يتناول الطب البديل بكل صوره، ودائما الدكتور عادل عبد العال يؤصل كل ما لديه من علوم ومعلومات بناء على دراساته سواء كانت في الماستر أو الدكتوراه، بناء على المراجع الدينية في الطب الأصيل، وبناء عليه عندما يتحدث الدكتور عادل عبد العال نستقي منه تحديدا الحل المشكلة. بعض الناس مش بتحب ان هي تتابع علاج مرضها او المشكلة عندها بالطب الكيميائي او بالدواء الكيميائي، تحب جدا انها تميل للطبيعة، وبالتالي بنقول تعالوا معنا الى مائرة الطبيعة والدكتور عادل عبد العال. دكتور عادل، في الحلقة الماضية كنا المفروض نتكلم عن وصفات للجمال، ولكن دايما تداهمنا الاتصالات وما بنلحقش. خليني بس اخطف سؤال واقول خلطة لزيادة الوزن، بعض الناس بتبقى نحيفة بنات او شباب، الموضوع ده بيضايقهم، فعايزين خلطة لزيادة الوزن، هعكسها يعني المرة. يمكن احنا قلنا في الحلقات السابقة ان افضل الحاجات لزيادة الوزن، في عندنا نوعين من البشر. نعم. نوع بيحب الحاجات الحلوة ونوع ما بيحبش الحاجات الحلوة خالص، يعني. نعم. نوع من الناس النحاف ما بيحبوش الحاجات الحلويات، عشان كده بنعمل حاجتين اتنين في الناس اللي هي ما بتحبش الحاجات الحلويات، بنبدأ نزود لهم الملح في الأكل بتاعهم. قلنا بنديهم الحاجات كلها سهلة البلع وسهلة الامتصاص وكلها بتدوب في الفم، يعني بنستخدم مع الناس اللي هي ما بتحبش الحاجات الحلوة ونحيفة، بنستخدم معاهم الشعرية، المكرونة الأرقام، شوربة الخفيفة بتاعت لسان العصفور اللي لا تتخيل طبق شوربة لسان العصفور ده فيه كمية ضخمة جدا من السعرات الحرارية، والفتة بتاعت زمان اللي كانت بتتعمل بس بنشترط ان ما يكونش عليها لا لحمة ولا فراخ خالص، تتاخد فتة بس، لان الفتة لوحدها ترفع الوزن. كلنا بنشوف المشايخ زمان كانوا بيحبوا الفتة جدا، فتلاقي بعد فترة وزنهم بقى تقيل جدا جدا. بس دكتور لما قالوا ان المشايخ بتحب الفتة كان بينوع من انواع الفكاهة، ودي يمكن احنا ما كناش حابينها بس على فكرة لمشايخنا. لا. يعني لا مش في كثير جدا من الناس بتحب الفتة يعني. نعم. ولكن عادة احنا ارتبط في ذهننا الفتة بالموالد والمناسبات والسيدة زينب وسيدنا الحسين والناس اللي بتحب حلقات الذكر والليالي كده، فدايما يمكن انت لو ليك مجموعة من الاخوان. نعم. في الصوفية اللي بيحبوا الصوفية. نعم. يحبوا كده يرتقوا، هتلاقي اسهل اكلة تعملها لاخوانك اللي هي الفتة. تمام. يعني شوية عيش بتعمل وعلي الشرب. تمام. فدي بتبقى أكلة دائما. بس انا بقاطع حضرتك وانا اسف، معانا من الجزائر الاستاذ حسين. السلام عليكم استاذ حسين. شمس سلدينين شمبرك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. الو، السلام عليكم. سمعك. الو، سامعينك استاذ حسين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هنا حسين من الجزائر. اهلا بيك. اريد فقط ان اتكلم مع الدكتور على حول يعني مرض. اتفضل لو سمحت. اتفضل. اتفضل يا استاذ حسين. يا مرحبا. الو، اهلا بيك. اهلا بيك دكتور، تشرفنا يعني
يا الو اهلا وسهلا، اسمعك كويس، تفضل. سؤال، والله انا اكتشفت يعني مرض يعني فيروس منذ 5 اشهر. نعم. ولكن في الاول يعني كانت المناعه يعني مليحه، وبعد يعني بعد اشهر يعني بعد شهر وجدت يعني مناعه يعني ناقصه يعني ولا ضعيفه. نقص. نعم. يعني سنين. اثنين. نعم. والانزيمات يعني عاليه يعني. نعم. انزيمات الكبد عاليه. والله اريد يعني تعطيني يعني سواء نظام غذائي او يعني دواء يعني او كيف يعني. حاضر، نقول لك على الحاجات اللي ترفع كفاءه جهاز المناعه ان شاء الله توصل قريب جدا من 4 لـ 6. على فكره من الحاجات اللي هتستغرب ليها ودي بتبان في نتائج التحليل، انت عارف القشعريره اللي الواحد بيشعر بيها في بعض الاحيان يا شيخ حسين؟ هو مش معانا دلوقتي. من الحاجات اللي طيب دكتور ناخد معانا على الهاتف وبعدين نكمل معاه. معانا ام عبد الله من القاهره. السلام عليكم ام عبد الله. ام عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك، اتفضلي. استاذ احمد. ازيك يا دكتور عادل؟ اهلا بيك، اتفضلي. ربنا يبارك فيك يا دكتور. الله يخليك. نتعب حضرتك. امين يا رب. يعزك يا دكتور. انا ابني عنده 10 سنين ومشكله متكرره انه بيجي له ميه ورا الطبله. نعم. وحضرتك عارف دايما بياخد مضادات ومضادات للالتهاب وهو اصلا ضعيف. أيوة. فهل في علاج يبقى احسن من المضادات يا دكتور؟ عمره 10 سنوات؟ 10 سنين. طب قبل ما بيستحمى بتحطي له قطنه وفيها فازلين في ودنه ولا لا؟ والله كان قبل ما الدكتور ما يقوليش الموضوع ده ما كنتش بحط الصراحه، لما قال لي بدات ان انا ابعد عنه الميه. في حاجتين مهمين، في سداده بتتباع في الصيدليه للاذن علشان معظم التهاب الاذن بيجي نتيجه نزول الميه في قاع الاذن وما بينضفهاش، عشان كده نلاقي الناس بتوع حمامات بعد ما يطلعوا حمام السباحه بيحط ايده وبيضغط علشان ينزل اي ميه في ودنه. احنا بنقول لحضرتك قبل ما يدخل الحمام ياخد دش او يغسل او يتوضا او كده يحط حته قطن عليها فازلين جوه ودنه، دي عمليه اساسيه. في اخواننا في الشام بيحطوا زيت الزيتون الدافي 3 نقط في كل ودن وبيسيبوه في الودن لمده 1.5 دقيقة وبيفضوها وبيعملوه مرتين في اليوم، وده بيدي نتائج ممتازه جدا جدا جدا. وقبل اي حمام انا افضل تحطي 3 نقط زيت زيتون دافي وتسيبيهم لمده 1 دقيقة، بعدين يفضوا ودنه وبعدين يحط القطنه اللي فيها فازلين، يبقى في الوقت ده عملنا كوتنج البكتيريا اللي في الودن، مش هتلاقي مجال اكسجين خالص. النقطه الثانيه هنبدا نغلف الودن من الداخل والميه مش هتبقى في قاع الاذن، هتيجي بره ان شاء الله. دي التجربه دي لو جربتيها هتتلافي القصه دي. مهمه قوي ان بعد ما يطلع من الحمام تنشفي له ودنه بالقطنه وندهنها له برضه بالفازلين. طيب معانا اسامه. السلام عليكم اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام اسامه. استاذ احمد اهلا بيك، اتفضل. الدكتور عادل معاك. اسامه طيب واضح ان الاسامه الخط قطع. تابعنا، ما زلنا معكم مشاهدينا في الصحه وجمال مع الدكتور عادل عبد العال، نتكلم حول معايير ومقاييس الجمال. موضوع الحلقه بيتكلم عن خلطه لزياده الوزن، وطبعا بنقول انتبهوا ايها الساده والسيدات اللي هم عندهم نحافه، ولكن لحق المشاهدين علينا نرد على الاستاذ حسين من الجزائر فيما يتعلق بالمشكله الخاصه بالنقص في المناعه والانزيمات عليها. من الطرائف الجميله يعني في مجال الصحه ان الانسان لما تجي له قشعريره حس بالقشعريره، نيجي نقيس المناعه بعديها مباشره ان هي ارتفعت ارتفاع كبير جدا. نعم. في حاجات كثيره بترفع كفاءه جهاز المناعه، التعرض للبرد والقشعريره دي واحد. نمره 2 ان احنا نبدا نضيف مشروب، بنجيب احنا الزعفران مع اللبان الذكر، نغلي لبان الذكر ونحط معاه زعفران وتشرب منه 3 مرات في اليوم، فنجان قبل الاكل 3 مرات في يوم، بيدي نتائج هايله جدا في رفع كفاءه جهاز المناعة. مشروب البنجر مع الجزر بنسب متساوية بيرفع كفاءة جهاز المناعة. العرش بتاع الجزر أو الورق بتاع الجزر نفسه لو ضربناه في الخلاط وعصرناه وحطينا عليه
العسل وتشرب 3 مرات في اليوم بين الوجبات، لو بيرفع كفاءه جهاز المناعه رفع ممتاز ورائع وجميل جدا جدا. تمام. كان الجزء الثاني من سؤال الاستاذ حسين من الجزائر خاص بموضوع الانزيمات العاليه. بالنسبه للانزيمات العاليه احنا بنقول معلقه كركم الصبح على الريق وقبل النوم على كوبايه ميه دافيه مهمه جدا لتنظيم عمل الكبد، وفي نفس الوقت بتؤدي الى تنشيط الكبد وتنظيم عمل الانزيمات. في حاجه جميله جدا بيستخدموها اتكلمنا عنها كتير اسمها الحالتيت او الخيل، وده نوع من الصمغ الراتنجي. ده بيتاخد قطعه قد حبه الحمصه الصبح على الريق كل يوم، ودي لها دور كويس جدا في تطهير الجهاز الهضمي وفي نفس الوقت تنظيم عمل انزيمات الكبد. تمام. طيب طبعا الساده المشاهدين اللي بعتوا لنا رسائل كتير جدا يتصوروا ان احنا بنهمل هذه الرسائل اطلاقا، والله بيكون غصب عننا، وانا حالا دلوقتي هجاوب على بعض الرسائل مع الدكتور عادل، او الدكتور عادل هجاوب عليها عشان بس الناس تتابعونا. كان في رساله بتقول اعاني من نشاط في الغده الدرقيه، فهل من اطعمه لتقليل افرازها؟ على فكره قبل ما نجاوب على السؤال ده نكمل اجابه الاستاذ حسين من الجزائر. نعم. الحالتيت او الخيل من الحاجات الغريبة، كنت قاعد مع صديق لي اسمه محمد علوان في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. قال لي احنا جينا لما لقوا موسم انفلونزا الطيور والحاجات دي بقوا يحطوا الحالتيت ده او الخيل في حتة شاشة يحطوه في المية للدواجن، فلقوا ان ولا نسبة النافق فيهم معدومة تماما. جرب الحكاية دي مع كل اصدقاء اللي عندهم مزارع دواجن، لقوا فعلا ان ولا حالة من حالات النفوق الغير تقليدية حصل عندهم في الدواجن. فالوصفة دي بترفع كفاءة جهاز المناعة وبتنظف الجهاز الهضمي وفي نفس الوقت بتنظم عمل انزيمات الكبد. تمام. نرجو استاذ حسين من الجزائر يكون الدكتور عادل يعني رد عليك باستفاضة، ولمتابعة هذه الحلقات دائما على اليوتيوب برضو بتلاقوا الحلقات الخاصة بالدكتور عادل وان شاء الله تتابعوها. معنا ايمان من ليبيا، السلام عليكم ايمان. ايوه دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي هرمونات في المبايض. نعم. عندي هرمونات في المبايض. طولك كام وزنك كام يا ايمان؟ مرتفع. طولك كام؟ طولك كام وزنك كام؟ طيب الاتصال قطع. ايمان من ليبيا اشكرك. هل السؤال كافي الاجابه دكتور؟ هو احنا في حته مهمه جدا او في قياس احنا بننبه دايما معظم اخواتنا المتصلات اللي بيعانوا مشاكل في الرمات او مشاكل في المبايض، يعني بنقول لهم بناخد قياس مهم جدا اللي هو قياس محيط الرقبه وقياس سمانه الساق. نعم. الاثنين دول يجب على حسب قياسات الجمال انهم يكونوا قد بعض. الرقبه والسمانه. الرقبه وسمانه الساق. نعم. ماشي. نعم. للحته اللي تحت الركبه دي. تمام. اذا طلعت الرقبه والساق الاثنين متساويين تماما يبقى الست دي ما عندهاش مشاكل ضخمه في ال. تمام. طب لو لقينا الرقبه اكبر من سمانه الساق. تمام. هنلاقي هرمون برولاكتين مرتفع عندها. نعم. وعلى فكره القياس ده احد العلماء الافاضل في جامعه اونتاريو عملوا ولقى نتائجه سبحان الله، كان الجسد يتحدث يعني. نعم. اذا لقينا سمانة الساق أكبر من محيط الرقبة هيبقى الست دي عندها تكيسات على المبايض. تكيسات على المبايض، والبروجستين عندها بيكون أقل بكتير. تمام. عشان كده بننبه على أهمية أخذ القياس قبل ما طبعا بعد اللي قاله الدكتور عادل ده مثالي، كل السيدات أنا شايفهم بيشوفوا متر المتر بتاع الخياط بالمتر وفيت السمانة وبيعملوا بيديهم دلوقتي بيروحوا يجيبوا المتر يعني. لكن ده كويس يعني، دي معلومات نحاول ان احنا يعني. هو الدكتور بيقول ان هذا الكلام تم عمل دراسات عليه في اكاديميه اونتاريو، وده كلام مش يعني كلام بناء على دراسات. معانا اسماء ولا هند يا استاذ عمر؟ طيب معانا هند. السلام عليكم هند. الو. اتفضلي يا هند. الو. اتفضلي يا هند. ايوه لو سمحت كنت عايز اسال بس القولون. القولون. ماشي. القولون وانت فخات في البطن وكده ووصل التخسيس يعني، بس البطن والارداف يعني وكده. حاضر. شكرا ليكي هند، تابعينا ان شاء الله. طيب ناخد محمد من بحيرة. السلام عليكم محمد.
محمد من بحيرة. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمد. كلم الدكتور عادل. اتفضل يا أستاذ محمد. اتفضل أهلا وسهلا. لو سمحت عندي إسهال جامد وخدت علاج جامد عنده إيه؟ راضي يتمنع من أستاذ محمد. طيب أنت سمعت إن أنت بتقول عندك إسهال جامد، بس علي صوتك شوية. ماشي حاضر. اتفضل. عندي إسهال نعم. جامد على نعم. طول متواصل. نعم. عنده إسهال؟ عندك إسهال حاجة تانية؟ لا هو إسهال بس. طيب شكرا ليك محمد من بحيرة، نجيبك إن شاء الله بعد هند. بس معانا نادية. السلام عليكم نادية. نادية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. علي صوتك نادية. لا عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، ابني في ثالثة إعدادي ويعني عنده تبول لا إرادي. نعم تمام. ثالثة إعدادي. عايزة حضرتك تقول لنا على وصفة، يعني مع إني لفيت بقى على جميع الدكاترة. عمره كام سنة؟ ثالثة إعدادي. ثالثة إعدادي قول حوالي بتاع 15 16 سنة. 16 سنة حضرتك. طب كان في وصفة زمان في الطب العربي عاملينها. طب نقفل معاها ولا؟ اه. طب شكرا ليكي نادية. بيجيبوا الحمص. نعم. الحمص يطبخوه يسلقوه يعني، ويحطوا عليه خل ويسيبوه منقوع يوم كامل، والصبح الطفل ياكل منه الحمص وبعدين يشرب المنقوع بتاعه بالخل. ولقوا دي من الوصفات الجميلة اللي بتقضي على سلس البول تماما، بتعمل الصبح وقبل المغرب، وبنقوله ما يشربش اي مشروبات بعد كده. في وصفة طبعا موجودة برضو في الطب القديم، بيجيبوا نبات السعد وبيحطوه مع الزعفران ومع عسل، سعد وزعفران وعسل، بيطحنوا مع بعض ويتاخد منها معلقة كبيرة قبل النوم، ودي بتدي نتائج ممتازة جدا في منع التبول لا إرادي. مهم جدا ان الطفل قبل ما ينام او بيحصل عنده تبول لا إرادي، قبل ما ينام لازم يدخل الحمام، وقبل الفجر لازم الام تقومه علشان يدخل الحمام مره تانية، وما يشربش اي مشروب بعد الساعه 6 المغرب خالص. تمام. اذا عملنا كده ودفينا رجليه ودفينا الاوضه بتاعته مش هيحصل تبول لا ارادي ابدا. معنا اسماء. السلام عليكم اسماء. الو السلام عليكم. اتفضلي يا اسماء. لو سمحت يا دكتور، انا والدتي عندها 50 سنه وعندها الصوت فرصة الصوت كده الصوت مش واضح، او الاستاذ عمرو نعلي الصوت جوه في البلاتو، الصوت بعيد قوي. علي صوتك لو سمحتي. انا والدتي عندها 50 سنه وعندها أيوة. كيس دهني كبير قوي في راسها يعني، بس ما فيهوش شعر. عندها ايه؟ عندها 50 سنه وعندها ايه؟ كيس دهني. كيس دهني. في حاجه تاني؟ لا ما فيش اي حاجه تانية، هي بس كيس دهنيه في شعرها. حاجه متعلقه بالشعر؟ في شعرها، بس ما فيهاش اي شعر، ما فيهاش منبت شعر يعني. يعني شعرها لا ينبت؟ لا يعني الاكياس الدهنيه ما فيهاش شعر. اكياس دهنيه ما فيهاش شعر. طيب حاجه تانية يا اسماء. شكرا. كيس ماشي. شكرا. نعم. طب شكرا ليك يا اسماء. في الحقيقه الصوت مش واضح، لكن هي بتقول والدتي عندها 50 سنه وعندها كيس دهني. طبعا الاكياس الدهنيه لازم تتشال جراحيا، دي ملهاش طريقه تانية خالص، لازم، ودي بتتعمل عمليه ما بتاخدش 10 دقائق، بيتفتح سنتي واحد وبتسحب الكيس الدهني بتتخيط غرزتين وخلاص، يعني موضوع بسيط ملهاش علاقه بالطب الطبي. طيب معانا داليا. السلام عليكم داليا. وعليكم السلام. اتفضلي داليا. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيكي. اكلم الدكتور عادل بعد اذنك. اتفضلي يا داليا. الله يخليك. انا كان معلش عندي كام سؤال. نعم. عندي عايزه وصفه يعني مجموعه زيوت كده استعملها في شعري انا وبنتي، تغذي شعرنا ويعني تتقله. تمام. حاضر. ماشي. ومعلش سؤال تاني، زوجي يعني عنده جسمه حلو بس هو كرش بس. ماشي. قال وصفه يعني ان هو او مشروب. تمام. وبالنسبه للاذن، انا كانت ودني كشفت عليها دايما بسمع فيها صوت زي صوت غساله، صوت حاجه كده دوشه في ودني، ولما كشفت الدكتور قال لي عندي تيبس. تيبس. في المرحله بتاعته الاولانيه. انت عمرك كام سنه؟ انا عندي 32 سنه. لما بتستحمي بتنشفي ودنك كويس بقطنه؟ ايه بتنشفي ودنك من جوه بقطنه؟ لما بتاخدي الشاور بتاع حضرتك لو مش سامعه، بتنشفي ودنك بقطنه الدكتور بيقولك؟ ايوه بعملها.
طيب بتنشفي دايما بتعملي الحكايه دي؟ يعني كنت الاول بعملها لاني كان دايما كانت زي ظهري شويه بقامد يعني كانت بتاكلني دايما. الدكتور قال لي عندك فيها حساسيه. نعم. فبطلت موضوع القطن دوت برضه عشان عرفت انه غلط. بالظبط. طيب ماشي كده. شكرا داليا عشان نلحق نجيب على الساده المشاهدين. طيب ناخد سماح. السلام عليكم سماح. سماح السلام عليكم. وعليكم السلام سماح. لو سمحت لحضرتك اتفضلي. سماح معك الدكتور عادل. استاذ احمد لو سمحت انا تحت امرك اتفضلي. لو سمحت حضرتك بعد اذن حضرتك بس اسمعني باستفاضه لاني انا مشكلتي كبيره قوي. اتفضلي يا سماح. حضرتك انا في شده جامده، انا تعبانه عندي حاله نفسيه. نعم. جات لي بدون مقدمات ما اعرفش من ايه. انا كنت نايمه كويس مفيش اي حاجه وفجاه لقيت نفسي عايزه اصرخ وحاله هلع شديده. فكشفت عند دكتور نفساني شخص لي الحاله وقال لي ان ده خلل عصبي حاد مصاحب بنوبات هلع وافكار وسواسيه. نعم. فانا مش عارفه علاجه ايه. يعني انا اداني علاج كتير، العلاج اللي تقولي كله فيه منومات ومخدرات فانا باخده وبنام ومعايا اطفال صغيره فانا مش لاقي حل يعني خالص، لدرجه ان انا لجأت لحاجات غريبه. يعني بفكر دايما ان انا عايزه اتخلص من نفسي، مش عارفه اعيش حياتي كويس، لدرجه ان ولادي بقوا يخافوا مني وانا مش لاقي حل خالص. دكتور يعني شغلت سوره البقره في البيت ولا لا؟ شغلت سوره البقره في البيت ولا لا؟ حضرتك انا سوره البقره بشغلها في البيت حوالي 5 مرات في اليوم. نعم. طيب سماح انت في مشكله بينك وبين زوجك بينك وبين حد؟ لا خالص ما عندكيش ادنى مشكله؟ كويس معايا جدا. كويس معاكي جدا؟ طيب يعني انا مش شايف هذه الحاله. هو طبعا في عوامل مساعده للتخلص من الاكتئاب، في حاجات كثيره جدا. نعم. مثلا عطر اللافندر لما بتحط في فواحه. نعم. بخار يعني. نعم. نجيب حاجه فيها ميه مغليه ونحط. نعم. فيها عطر اللافندر، لقوا ان ليه تاثير رائع جدا في التخلص من الاكتئاب. الشم عطر البرتقال ايضا من الحاجات الجميله جدا اللي بتزيل، اللي هي قدره كبيره جدا على الاكتئاب. نعم. على ازاله الاكتئاب. تناول السمسم مع القرفه من الحاجات الكويسه جدا اللي بتساعد في تقليل حالات الاكتئاب. بالليل الحليب مع العسل الدافي بيدي نتائج ممتازه جدا في التخلص من الاكتئاب. التمر مع الحليب لما ننقعه من بالليل للصبح احد الحاجات اللي كلها تاثير رائع في التخلص من الاكتئاب. اكل التلبينه بالرسول عليه الصلاه والسلام لما كان حد يموت عنده حد او يجي له حاله من حالات الاكتئاب كان يوصيه باكل التلبينه، ودي عباره عن شعير مطحون محطوط عليه حليب وتحط عليه عسل وبتتاكل. التلبينه دي مجمه للفؤاد، يعني ليها تاثير رائع جدا في التخلص من عوامل الاكتئاب. الحاجات دي لو عملتيها مع لعب رياضه وحجامه، في حجامه مخصوصه بتتعمل للاكتئاب، بالتاكيد هتلاقي نتيجه كويسه ان شاء الله. مع ذكر الله طبعا والصلاه باستمرار هتلاقي النتيجه ممتازه، واذكار الصباح واذكار المساء وان شاء الله مع الرياضه والخروج من البيت في على الهواء الطلق، تخرجي تطلعي تتمشي على النيل، تتمشي في اماكن خضراء. التنفس العميق من الحاجات اللي بتزيل الاكتئاب. انت عارفين ان الواحد وهو مكتئب يحس ان صدره ضيق حرج ومتضايق. تمام. اول ما نبدا نتنفس بعمق شديد جدا دي واحده من الوسائل اللي بتخلصي بيها من الاكتئاب. عمليه التنفس لمده 10 دقائق الصبح والظهر وبالليل في جو نقي ويكون في زرع في البيت بالنهار بيدي نتيجة كويسة جدا، لأن في بعض الأحيان نقص الأكسجين لوحده يسبب اكتئاب. تخيلوا واحد يبقى قاعد في جو كده في خانق وفي أتربة وكده يحس إنه متضايق ومخنوق وكده. نعم. تعطير الجو مهم جدا، يبقى ده بيسموه الأروما ثيرابي أو العلاج بالعطور، وده ليه دور رائع جدا في التخلص من عوامل الاكتئاب. لعب الرياضة والرياضة العنيفة القوية اللي فيها وسب ونط وتنطيط وترامبولين وحاجات اللي فيها تنطيط دي مهمة قوي جدا جدا في التخلص من الاكتئاب وتنظيم عمل الهرمونات. إذا عرقتي مرة اتنين تلاتة وانت بتلعبي رياضة
هتلاقي نتيجة هائلة جدا في التخلص من الاكتئاب. الرياضة المجهدة احد الحاجات اللي بتؤدي للتخلص من الاكتئاب. نقص الحديد حاجة من العوامل اللي ممكن تسبب اكتئاب. عشان كده بنقول لك لازم تقيسي نسبة الهيموجلوبين عندك، واذا كان الهيموجلوبين ناقص يبقى لازم نرفع نسبة الحديد باي شكل وباسرع وقت ممكن. وطبعا يمكن من لهجتك يا سماح في الاتصال انا حسيت ان انت برضو حالة ملحة وكده، ممكن جدا تتصلي بعد البرنامج مرة تانية ونتكلم مع حضرتك بشكل موسع اكتر، عشان واضح ان انت مضطربة وان شاء الله ربنا هيكرمك. طبعا عنده اسئلة كتير الاستاذ احمد، عنده اسئلة كتير فبيحاول نعم لا، وفي نفس الوقت ربما ان هي كانت تقصد في سؤالها انها محتاجة لحد يعني لشخص ما. طيب ناخد ام احمد. السلام عليكم ام احمد. عليكم السلام. اتفضلي يا ام احمد. لو سمحت يا دكتور ممكن اكلم دكتور عادل؟ معاك الدكتور عادل، بس علي صوتك ام احمد لو سمحتي. انا عندي بطن وعندي ارداف وعندي خشونه في رجلي، فمش عارفه اعمل تمارين ولا عارفه اعمل حاجه، بس عايزه انزل جسمي. فحضرتك كنت قايل وصفه الاسبوع اللي فات بس ما سمعتهاش. ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه عايزه اعرف المواعيد بتاعه الدكتور عادل، لاني بفضل مستنياه ما بعرفش المواعيد امتى. حضرتك ما بتقولوش انتوا المواعيد امتى؟ حاضر هقول لك المواعيد حالا دلوقتي. مواعيد الدكتور عادل عبد العالي، كل الناس اللي سامعيني كل يوم سبت وثلاث، مظبوط كده يا دكتور؟ كل يوم سبت وثلاث الساعه 10:30، كل يوم سبت وثلاث الساعه 10:30 على قناتنا اللي انتوا بتشوفوها دي دلوقتي، كويس؟ وفي بعض الاعداد بتتم كنوع من الفواصل ده تقريبا. وبرده اللي عايز يتابع حلقات الدكتور عادل عبد العال، في برده على اليوتيوب حاجه اسمها الصحه شانل او قناه الصحه والجمال، تدخل على اليوتيوب تكتب الصحه والجمال وتكتب الدكتور عادل عبد العال، هتلاقي جميع حلقاته هناك القديمه واللي جاي ان شاء الله. معانا مين تاني؟ احمد. السلام عليكم احمد. الو. السلام عليكم احمد. السلام عليكم. اتفضل يا احمد. الو. احمد اتفضل. والله انا كنت كلمت الدكتور الدكتور عادل الاسبوع اللي فات على الصدفيه والبروستاتا. الصدفيه والبروستاتا. نعم. فقال لي بقول لي نظام اكلك ايه وكلام. انا مريض سكر اولا. مريض سكر اولا. ايوه. وطبعا بناكل بحذر يعني العيش والحاجات دي، وبعيد عن الرز والحاجات دي. ايوه. فانا عايز نعرف الصدفيه علاجها ايه في الحاله دي. انت كنت حضرتك قلت في على النت في بتاعت وصفه الدكتور زكي. نعم. انا عايزها بتاعت البروستاتا. ايوه. حاضر حاضر. سيب تليفونك على الهواء، سيب تليفونك على عند المخرج وهجاوبك ان شاء الله على كل حاجه. شكرا ليك احمد. طيب استاذ عمرو هناخد محمد، بس عايزين ندي فرصه للدكتور يجيب على الناس. السلام عليكم محمد. الو. السلام عليكم محمد. عليكم السلام. اتفضل يا محمد. اتكلم الدكتور عادل لو سمحت. اتفضل يا استاذ محمد. معاك الدكتور، معاك الدكتور اتفضل. يا دكتور انا عندي 39 سنه وعلى طول الضغط عالي. ايوه. عندك تمام. امساك ولا لا؟ وبعد نعم. عندك امساك ولا لا؟ لا. عندك مشاكل في القولون؟ في مشاكل في القولون؟ القولون عنده مشاكل فيه. طب بتحس بألم في بطنك في الجنب اليمين او الشمال؟ في اليمين. في اليمين. طيب في غازات وانتفاخات ولا لا؟ في غسالات وانتفاخات. بتدخل حمام كم مرة في اليوم خروج؟ حمام ممكن مرتين او ثلاثة. مرتين او ثلاثة. عملت تحليل براز؟ عملت تحليل. ما فيهوش عندي عنصر هضم. بتشرب كم كوبايات مية في اليوم؟ يعني ممكن مثلا 3-4 كوبايات كده. طيب هنرفع معدل كوبايات الميه، تشرب من 6-8 كوبايات في اليوم قبل الاكل مباشره، قبل الاكل مباشره. وهتاخد مغلي ورق الزيتون، مغلي ورق الزيتون تغليه وتسيبه لما يبرد وتشربه 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه، وجرب ده. وهتعمل تنظيف للبطن بسنمك وكراويه وينسون بنسبه متساويه، هتاخده في يوم هنظف بيه البطن. جرب ده وان شاء الله هتحصل نتيجه كويسه. طيب ناخد محمد. حد تاني معانا؟ السلام عليكم محمد. محمد السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك اتفضل. الو. اهلا اتفضل يا محمد. لو سمعت بس الدكتور مع الدكتور عبد العال. عادل عبد العال. عادل. دكتور عادل. اتفضل. دكتور عادل عبد العال لو سمحت. نعم اتفضل اتفضل. انا مراتي كان عندها شخصها 86 كانت حاله بربره او حاله نقص صفائح في الدم. ايوه. في بعد كده شخصوها ان هي زئبه حمراء. ايوه. بعد كده رحت عند امراض دم شخصوها برضو ان هو في فيروس بيكسر الصفائح دي. ايوه. وتعبت مع الدكاتره من 86 لغايه دلوقتي مش عارف يعني هل في حاجه من الاعشاب ممكن تعمل حاجه زي كده؟ طيب. طيب. شكرا ليك يا محمد نجيبك ان شاء الله. هنجيب بقى من ورا دكتور ولا ناخد من محمد زوجته والبليتلتس. هو بالنسبه طبعا الاستاذ محمد احنا بس بنطلب برضو تحليل حساسيه غذائيه وخصوصا حساسيه الجلوتين واللاكتوز. الحاجتين دول اعملهم وفي مشروب تعمله بسيط جدا اخواننا في اليمن بيعملوه لما بتنخفض الصفائح الدمويه وبيحصل حالات لفقر الدم وكده بيجيبوا العصفر مع البن وسكر النبات وبيشربوه زي القهوة 3 مرات في اليوم قبل أكل بساعة ولو بيدي نتيجة ممتازة جدا جدا. الزعفران له دور مهم جدا كمشروب بين الوجبات مهم جدا في تنظيم عمل كفاءة جهاز المناعة. المفروض برضو اللبس أو الزئبة الحمراء تكون واحدة من الحاجات اللي بتؤدي الى حدوث اللي بتنتج عن حدوث خلل في جهاز المناعه وعاده بيكون الجسم اكثر نشاطا او جهاز المناعه بيكون اكثر نشاطا. تمام. عاوزين بس البرنامج الغذائي بتاع المدام تفطر ايه وتتغدى ايه وتتعشى ايه وهنديك مجموعه من النصايح وباذن الله تحصل نتيجه كويسه عليها ان شاء الله. طيب كان معانا الاخت زينب من الجزائر كنا في انتظارك بس تقريبا الخط قطع. زينب من الجزائر بنعتذر ليكي حاولي تتواصلي معانا تاني ان شاء الله وتبعتي رساله معانا. عبد الله السلام عليكم. عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني ارجو اللي يتصل بينا يوطي التلفزيون ويتكلم من التليفون بس. حاضر حاضر اتفضل. حضرتك انا عندي انزيمات الكبد عاليه شويه. انزيمات الكبد. طب ضغطك مظبوط ولا لا؟ فكنت عايز علاج ليه يا حضرتك. الضغط مظبوط ولا لا؟ طيب دي مشكله لما يكون التليفون التلفزيون عالي. طيب هنجيب عليك ان شاء الله عبد الله. طيب احنا كده جاوبنا على موضوع النقص صفائح الدم. كان محمد برضو جاوبنا عليه. ام احمد وهند. ام احمد وهند نفس الشكوى بطن وارداف كبيره يزيد عليها. ام احمد عندها خشونه في الركبه عايزه وصفه للتخسيس وكانت هند بتقول برضو ان القولون تعبه مع بعض. طبعا في وصفه بسيطه ممكن نعملها في البيت بنغلي الكمون لمده 10 دقائق وبنجيب عليه شوية صغيرين جدا فلفل اسود جدا يعني وبنضيف عليه ليمونة شرايح بشراها وبزراها وبنسيبه لحد ما يبرد وتشرب قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء ودي بتدي نتائج ممتازة جدا في تنزيل نسبة الدهون من الكرش وتخسيس البطن في نفس الوقت. دي احد الوصفات البسيطة يعني. تمام. طيب كانت نادية بتقول ابني معنا نجوى الاول. السلام عليكم نجوى. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي نجوى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور عادل. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور انا اتصلت بحضرتك يوم السبت على تنشيط التبويض. تبويضي التبويض بتاعي ضعيف. نعم. فعايزه حاجه تزود التبويض شويه. حضرتك ما جاوبتش على السؤال. خد لو سمحت بالله عليك جاوب المره دي. خد الاجابه على طول. خد الاجابه على طول يلا. خديها اكتبي يلا. اخواننا في اليمن بيعملوا وصفه جميله جدا للنساء اللي عندها مشاكل في قله الاباضه. بيجيبوا ورق الحنه وده ورق الحنه ده له تاثير ساحر جدا ورائع وبنسبه 90% و10% ورق نبق وبيحطوا عليه قرفه وقرنفل وبيتغلي مع بعض لمده نص ساعه ونسيبه ويتحلى بالعسل ونسيبه لما يبرد خالص ويتشرب مرة الصبح ومرة بالليل لمدة 21 يوم وبيدي نتائج ممتازة جدا جدا جدا. معنا عائشة من ليبيا. السلام عليكم عائشة.
عائشة. عائشة معانا من ليبيا؟ طيب يبدو الخط قطع. عائشة حاولت توصلي منها تاني. طيب كانت نادية بتقول ابني في تالتة اعدادي وتبول لا ارادي. خلاص جاوبناها. كانت داليا بتقول 32 سنة وصفة وصفة مجموعة زيوت للشعر للتغذية وتنعيم الشعر. ده السؤال الاول. طبعا ملك الزيوت اللي بتنعم الشعر وبتقويه هو زيت جوز الهند. يمكن كلنا بنشوف اخواننا في الهند شعرهم سميك جدا وتقيل وكثيف وقليل ما بنلاقي فيهم حد اصلع. فالتركيبة الاساسية لازم تحتوي على زيت جوز الهند وزيت الجرجير وزيت السمسم، وبنحط عليه نقطتين او ثلاثة زيت الثوم وخمس نقط زيت نعناع. التركيبة دي لو عملناها واستخدمناها مرتين في الاسبوع للشعر الجاف وثلاث مرات ثلاث مرات في الاسبوع للشعر الجاف ومرة في الاسبوع للشعر الدهني بتدي نتائج ممتازة. بيتعمل حمام للشعر وفوطة سخنة نحطها عليه ونسيبه لمدة نص ساعة بتدي نتيجة ممتازة جدا جدا. طيب اسامة يمكن كان ملح في اول حلقة واعتقد انه جه تاني. اسامة السلام عليكم. اسامة عليكم السلام وبركاته يا استاذ احمد. اهلا بيك اسامه اتفضل. ازيك يا دكتور عادل؟ اهلا وسهلا. انا زرت حضرتك الجمعه اللي فاتت في الفيلا بتاعتك. الله يخليك شرفتنا يا استاذي. الله يكرمك. الله يبارك فيك يا فندم. انا يعني انا عاجز عن الشكر. الله يخليك. لا تحت امرك يا استاذ. والله بسم الله ما شاء الله النتائج ممتازه خالص وهايله خالص مع الغذاء وتغيير نوع الغذاء. طب الحمد لله رب العالمين. شكرين يا استاذ سامي. الحمد لله رب وان شاء الله التركيبه شغاله برضه بسم الله ما شاء الله نتائج جميله. طب الحمد لله رب العالمين يعني ربنا يبارك لك. والله انا بدعي لحضرتك في الدنيا سبحانه وتعالى يرزقك البركه ويرزقك البركه في المال والاهل والولد. امين. ويرزقك ايضا السكنه في خلال النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن اولئك رب. امين يا رب. الله يخليك. الله يخليك. شكرا ليك وسام على هذه الشهاده الجميله. بشكرك نيابه على الدكتور عادل عبد العال. في الحقيقه انا كلام جميل وكلام طيب وانا احب قوي فعلا اسمع هذا الثناء من الساده المشاهدين من خلال الممارسه مع الدكتور عادل. وما زلنا معكم مشاهدينا في صحه وجمال مع الدكتور عادل عبد العال، وما زال حديث موصول حول الرد على الساده المشاهدين. معنا مين؟ ابو بكر. السلام عليكم ابو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك استاذ احمد. ده انا عايز اكلم الدكتور عادل. اتفضل يا استاذ ابو بكر. اهلا وسهلا دكتور عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عادل عندنا حاجه كده عايزين نشوفك فيها. اتفضل. بخصوص السكر ما فيش اي حاجه ترجع السكر مره واحده كده ما فيش حاجه جديده. انت بتتكلم عن السكر ولا عن الشاي؟ عشان معينه تخلي بالكلاس تظبط وتبطل حبوب. انت بتاخد حبوب؟ طيب يعني انا واحده بالليل. نعم. طيب هنقول لك ابو بكر انا هذا السؤال يعني نبعته بقوه للدكتور عادل وعال بعلمه ودراساته وخبرته. الناس تامل في يوم من الايام كل مرضى السكر، وانا على فكره مريض سكر بس عشان كده انا بتكلم والله زي الناس. نامل في يوم من الايام ان فعلا تنجلي هذه الغمه، غمة السكر. هو احنا قلنا وبنأكد نعم ان السكر مرض من امراض العصر. نعم. تسببه اغذية العصر. يعني لا ابويا ولا جدي ولا عمي ولا خالي كان بياكل شوكولاتة ولا نعم بياكل كريم كراميل ولا بياكل حاجات عصائر ملونة ولا في اضافات غذائية. طول ما الحاجات دي موجودة في برنامجنا الغذائي مش هنخف. اذا نسيناها تماما ورجعنا لغذاء ابونا وعمنا وجدنا الاولاني اللي الخلايا بتاعتنا بتقدر تقراه وتعرفه يروح السكر. مرة واحد جالي من العين، إمارة اسمها إمارة العين في الإمارات العربية المتحدة. جاء راجل بدوي قال لي باختصار شديد جدا، شوف يا دكتور أنا ما أبغي برنامج غذائي ولا أبغى أي شيء، أبغي كلمتين وأشفى من السكر. قلت له ماشي. الراجل ده اداني درس رائع جدا في الحياة. الراجل ده فعلا لحد النهاردة الدرس اللي اداهولي لقيته بيدي نتائج هائلة جدا مع ناس كتير. قلت له باختصار انت بتحب ايه؟ شوف كل الحاجات اللي انت بتحبها انساها الاسبوع ده بس انساها. يعني تحب المكرونة ما تاكلهاش، تحب تشرب عصير ما تشربش، تحب تاكل جاتوه وحاجات الغيها.
بس جرب ده. والحاجات اللي انت ما بتحبهاش ابدا اشتغل فيها. قال لي انا ما بيحبش البصل، ما بيحبش التوم، ما بيحبش الجرجير ولا الفجر ولا الخس ولا الكرات ولا الحاجات دي بيحطها على السفره عنده. قلت له طب هنجرب فقط الاسبوع ده نحط الفجل والجرجير والخس والبصل والكرات على السفره بتاعتك وتاكل منه كميه. جرب ده في الفطار، يكون عندك الخصايه على الاقل راسين فجل او شرايح فجل تتعمل بشكل جميل. جرب تحط ده وتخلي الاكل الفول. قال انا ما باكلش فول. قلت له حط فول، لوبيا، فاصوليا باي كميه بس تاكلها مسلوقه بالمعلقه، يعني ما تحطش عليها بقى زيت والكلام ده. بعد اسبوع جه الراجل راح بايسني من راسي، قال لي والله السكر مظبوط تماما، مجرد انه لغى الحاجات اللي هو متعود ياكلها باستمرار، العصير، الشوكولاته، الكريم كراميل، الحلويات، مجرد ما لغى ده وابتدى ياكل بصل. البصل بنقول بصله في اليوم، بصله كانك واخد حقنه انسولين. بيحب هو يتسلى بين الاكلات. قلت له عاوزك تتسلى بين الاكلات بحاجتين، حلبه منبته وترمس. جرب تعملهم وعلمته ازاي يعمل حلبه المنبته والترمس، ياكلهم بين الوجبات. جالي في نهايه الاسبوع قال لي والله ولا خدت ولا حقنه ولا حبايه ولا اي نوع من انواع الادويه. وجرب برضو تاخد حته حلتيت كل يوم الصبح على الريق لمده شهر، هتلاقي كل حاجه ابتدت تتظبط عندك. طب والحلتيت ده موجود متوفر يا دكتور عند العطارين؟ عند العطارين. وهل هو في منه حلتيت اصلي وغير اصلي؟ لا هو ده نوع من الصمغ كده بس ريحته وحشه جدا على فكره. نعم عشان نبقى واضحين. طيب هو ريحته وحشه جدا بس ليه نتائج هائله جدا في تطهير الامعاء وتنشيط البنكرياس. تمام. ما زالت طبعا الهنود بيستخدموا نبات اسمه نبات الكريلا. نعم هبوريه لكم المره الجايه باذن الله. الكريلا ده بيحطوه في السلطه بتاعتهم، هو مر شويه. نعم على فكره معظم الاغذيه اللي فيها مراره شويه بتخفض السكر. ده صحيح، يعني 90% من الاغذيه اللي فيها نسبه مراره بتخفض السكر. لكن يا ابو بكر ما زالت الامنيه عندي وعندك وعند كل مرضى السكر؟ لا 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 قبل الامنيه لازم يكون في اراده. نعم عاده الناس اللي عندها سكر ما بيغيرش خلاص. يعني فطار وغداء عشاء، ما ياخد سندوتش جبنه الصبح، ياخد بالليل شويه جبنه بالعيش بالكلام ده. ده بقى قانون عنده. نعم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم. النهارده جرب يا عمنا، تجرب الحاجات اللي انت ما بتحبهاش اللي قلتها من شويه حطها على السفره بتاعتك. نعم جرب وقيس السكر بعدها. والغي بس المخبوزات. نعم. والمعجنات والحلويات والشوكولاتات. تمام. والحاجات السكريات جرب تلغيها بس. تمام. اذا لغيتها، اذا كنت عاوز حاجه سكريه هتطمره وحطها في التلاجة في الفريزر واقعد مص فيها اطول فتره ممكن. تمام. عشان ننبه مراكز احساس بالسكر. وانا لازم يكون عندك رغبه. نعم. وانا برضو عايز اقول لك ابو بكر ان الانسان يرضى بما قسم الله له. وانا عايز اقول يعني ان شاء الله كل اللي عندهم امراض مزمنه داخلين الجنه. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: وما زال المؤمن يصاب في نفسه وبدنه وماله وولده مات وليس عليه خطيئة، ده اللي حتى الشوكة يشاكها. ما بالك لما يكون عنده إنسان مرض مزمن، ربما يكون ده طريقنا للجنة. اصبر واحتسب بس الله. في نقطة يا أستاذ أحمد عشان برضو ما نخليش الناس تتكل. نعم لا احنا بنقول ان شاء الله طبعا ده مع الطاعه. لو اتكلتم على الله حق تكلل رزقكم كما يرزق الطير. نعم. تاخذوا خماصا وتعودوا بطانا. نعم احنا افتكرنا الحته الاولانيه الحديث ونسينا الجزء الاخراني. نعم تاخذوا يعني بتتحرك. تتحرك. نعم وانت عشان تخف لازم يكون عندك اراده في تغيير برنامجك الغذائي. تمام. البصل والكرات والفجل والجرجير والخس اذا تحطوا على الفطار والغداء والعشاء اضمن 100% ان السكر هينخفض وهيتظبط. ولو استمريت عليه وحطيته ضمن برنامجك الغذائي السكر هيروح تماما، بشرط ان احنا نبعد عن المخبوزات. الناس اللي بتاكل عيش كتير بتحب تغمس لا يمكن يخف من السكر. الناس في الصين بتفطر رز وتتغدى رز وتتعشى رز، واقل نسبه ناس مصابه بالسكر هم في يا جماعه في الخبز او في العيش بتاعنا اللي جاي من اوكرانيا ومن نيفادا ومن الحتت دي. في اشاعات موجوده في 30% من القمح اللي بيجي لنا من اوكرانيا اللي من عند المفاعلات النوويه. احنا بنقول قلل الخبز فقط، مدمنين الخبز، احنا شعب مدمن خبز. عادل امام بيقول لك ما فيش واحد فينا اللي يحب يغمس، يحب اذا لغيت عاده التغميس
الصينيين بياكلوا بالخشبتين دول والناس التانية بتاكل بالمعلقة وفي ناس بتاكل بالشوكة. إذا جربنا نلغي عادة تغميس مريض السكر بالذات يلغي ينسى العيش، جرب ينسى العيش بس أسبوع واحد. نعم. هيلاقي السكر ظبط عنده. نعم هذا كلام طيب وكلام رائع، وأرجو طبعا كل السادة المشاهدين إن هم يتابع هذا الكلام وهذه النصائح الغالية فعلا نحاول إن احنا ناخد بيها ونسمعها ونتصرف اتجاهها. معانا أم أحمد، السلام عليكم أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم أحمد. ازي حضرتك يا دكتور عادل؟ أهلا بيك اتفضلي. معلش أنا كان عندي بس ثلاث أسئلة صغيرين يعني. اتفضلي. أولا كنت عايز أعرف إن التمر طبعا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يسلمك. سبع تمرات في اليوم المفروض، بس أنا ممكن مثلا عشان التخسيس وكده ممكن آخد ثلاثة. بس أنا بحب دايما اللي بيخسس ياخد التمر متلج. يعني أحطه في الفريزر. علشان يفضل طعم السكر في فوق في فمه اطول فتره ممكنه. الناس عشاق السكريات يجيب التمر يحطه في الثلاجه ويقطعه حتت صغيره كده ويحطه. معلش يا دكتور بعد اذنك ممكن اسال بس كمان سؤالين وبعدين اسمع الاجابه لما اقفل؟ اتفضلي. ده اولا بخصوص التمر. ثاني سؤال كنت عايز اسال عن زيت البراري اللي هو بتاع تطويل الشعر، هو فعلا بيطول الشعر وممكن احصل عليه ازاي؟ زيت البراري اللي موجود ده ماليش علاقه بيه خالص. ماشي. انا ليس لي اي منتج في السوق المصري لحد النهارده، وليس لي اي عماده او مركز وبروحها ولا منتسب ليها ولا بشرف عليها. احنا بنقول اصنعوا زيوتكم في البيت بنفسكم، اصنعوا مستحضراتكم في بنفسكم، وعندنا استعداد نقعد نعمل حلقات تعليم وارشاد لصنع افضل الزيوت في العالم تصنعوها في البيت. لكن الزيت اللي انت قلتيه ده مش بتاعي نهائيا ولا لي اي علاقه بيه. مجرد كان اعلان كنا انتجنا فتره منه في خلال 6 شهور، بعد كده الناس ابتدت تصنعه تحت السلم، كتير جدا ابتدوا يصنعوه تحت السلم. فعشان كده بقول هذا الزيت ليس لي علاقه بيه مطلقا. الكلام ده من 2007 لحد النهارده، يعني 6 شهور، 2007 نص 2007 كانت انتهت علاقته وابتدى ناس كتيره تنتجه تحت السلم، وده انتوا تقدروا تعملوه في البيت. تمام. اشكرك ام احمد، وبرضو تابعونا لسه بنجيب على السادة المشاهدين. طيب كانت داليا، برضو خليكي داليا، انا عايز اجاوب على السادة المشاهدين. معانا ريهام، السلام عليكم ريهام. عليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك ريهام اتفضلي. اهلا بحضرتك من اول الشاشه. الله يبارك فيك يا استاذ. ممكن اذنك اكلم دكتور عادل؟ اتفضلي يا فندم. ماشي. دكتور لو سمحت، انا البويضه بتطلع عندي يعني كفائتها قليله فما بتنفعش تتلقح، ممكن اعرف وصفه تعلي جوده البويضه؟ طيب ماشي. انت عمرك كام سنه وزنك قد ايه؟ انا لا وزني 70 كيلو، انا كنت 60 ووزني بقى 70. وطولك كام؟ لا 150. 150 يعني في 20 كيلو زياده. اه لو قدرتي تنزلي 12 كيلو فقط ممكن تحملي بدون اي علاج. احنا قلنا وصفه في بدايه الحلقه لتنشيط الاباضه، كتبتيها ولا لا؟ لا ما انا دي من حقتهاش عشان كده اتصلت بحضرتك يعني. نعم. اللي هي ورق الحنه، طب هي الحنه بتاعت الشعر دي ولا ايه؟ ورق حنه في الشجر الحنه مالي الصعيد عندنا وبلد. وعندنا هنا في ميت كنانه مالي الشجر الحنه وعلى فكره الان شركات عالمية بتصنع من هذا الورق مشروبات بتطهر الجهاز الهضمي والجهاز وتعمل تنقية للدم، تنقية تامة تامة. الحنة اللي موجودة في السوق حنة مخلوطة بأصباغ، ودي ما يفضل عدم تناولها نهائيا ولا حتى حطها على الجلد لأن ليها أضرار كبيرة. الحنة المطحونة موجودة في السوق دلوقتي كلها مخلوطة بأصباغ، والأصباغ دي مضرة جدا. عشان كده احنا بنقول الورق نفسه مفيد جدا. يمكن لو رحنا الصين عاملين من ورق الليمون شاي، وعاملين من ورق الرمان شاي، ومن ورق الفراولة شاي. وعلى فكرة ورق الفراولة من الحاجات اللي بتخفض السكر برضه. اتفضل. شكرا ليك ريهام. طيب هنعود للخلف شوية، 5 دقايق بس للدكتور عادل يرد يا عمرو، حرام عليك. طب ناخد سيد ونرد بقى بعد اذنك. السلام عليكم سيد. سمعت لو ركعت ازاي الحال يا باشمهندس؟ اهلا بيك يا سيد اتفضل. عايز اكلم الدكتور ولا لكم؟ اتفضل يا سيد. ماشي. دكتور اهلا وسهلا. الله يخليك. انا عندي حرقان، انا
وانا ماشي لما اشرب شويه ميه الحرقان يغيب عني. ايوه. في شيء حد يعني ليه كده يعني اشرب الميه الحرقان يخف مني؟ تشرب الميه الحرقان يخف. انت بتاكل حاجات مسبكه كتير؟ على طول. طيب الحاجه المسبكه يا سيد قلنا مش هنحرم البيت منها، لكن لما يكون انا بيجي لي حرقان من حاجه مسبكه كل المطلوب نرلي لا ميه. ده ممكن يكون على في الصبح يا دكتور. نعم ممكن يكون الصبح يعني الصبح كده انا مسافر يعني الاقي من غير ما قبل ما افطر ولا حاجه الاقي حرقان جامد قبل الفطار. اه عندك امساك ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش حاجه. لا طيب هنقول لك تعمل ايه لما بتاكل زبادي بيروح الحرقان ولا لا؟ لا بيروح الحرقان. لو شربت لبن بارد مش ساخن، لانك لو شربت حطيت لبن بارد في الثلاجه وشربت صبح من غير غليان ومن غير اي حاجه خالص. يبقى بقول لك نمره واحد ما تشربش لبن مغلي خالص الصبح. نمره اثنين ما تشربش شاي بلبن خالص الصبح. في ناس كتيره بتاخد شاي بلبن ومعاه بقسماط، ده بيرفع الحموضه جامد جدا لانه ده بيسموه ملك الاغذيه الحامضيه، يعني الاغذيه اللي بترفع الحموضه عندنا. الشاي بلبن ممنوع، الشاي السخن الحليب السخن ممنوع. اشرب حليب بارد خيارتين الصبح كده اتسلى بيهم، او خصايه الصبح اول ما تاكلها تلاقي الحموضه بتاعتك ابتدت تنخفض. شكرا ليك. طيب كان برضو عشان ما زلنا عند داليا وعايز انقل، كانت بتقول ان زوجها قوامه جميل ولكنه عنده كرش. دايما احنا بنقول وبننبه شفط البطن احد العوامل المهمة لتخفيض الكرش. نمرة اتنين ربط الحزام عند السرة وبشدة كأننا عاملين تحزيم معدة، بس بدل ما بنحزمها من بره من جوه بنحزمها من بره. النقطة التالتة تنظيف البطن مرة كل شهر، سنماكي وكراوي وينسون بنسب متساوية تشرب ينظف البطن احد وسائل التخلص من الكرش. تمرينات تقوية البطن او تمرينات استاتيك، نرفع رجلينا ونسمة لمدة 10 ثواني وتتكرر 10 مرات لمدة 10 دقائق الصبح و 10 دقائق الظهر و 10 دقائق بالليل، بتدي نتائج هائلة جدا في شد عضلات البطن ومنع ترهلها ومنع بروز الكرش. تمام. طيب كان الأستاذ محمد من البحيرة بيقول عنده إسهال جامد. إسهال طبعا كلنا فاكرين زمان حاجات كتيرة جدا بتوقف الإسهال فوري. أسرع وصفة في العالم تقريبا اتعملت لتخفيض منع الإسهال ده كان زمان جدتي تقول لك هات بيضة مسلوقة حط معاها معلقة بن وكلها، دي ليها تأثير رائع جدا في إيقاف الإسهال. الأطفال بقى كانوا بيجيبوا لهم المية بتاعت الرز وبياخدوها. قشر الرمان المطحون المغلي من الحاجات برضو اللي بتمنع الإسهال. تمام. كان الجزء الثاني في سؤاله محمد الخشونة. الخشونة بنقول ندهن الركبة دايما بزيت الكافور وزيت الزنجبيل وتدلك تدليك بشكل دائري من حوالين الركبة بشكل كامل ما عدا بطن الركبة، ما نجيش جنبه بأي حاجة أي نوع من أنواع التدليك، يعني التدليك يكون فوق ما يكونش تحت. تحت الركبة لا، تحت الركبة بنفضل نعمل كمادات خل، لأن في حاجة اسمها البرزة أو زي مخدة كده ورا الركبة، دي بيحصل فيها التهاب ودي باستمرار بتخلي الركبة تنشف، عشان كده دي زي المزيته تقريبا للركبه، بنحط عليها كمادات الخل من تحت ونعمل تدليك الركبه من فوق بزيت الكافور وزيت الزنجبيل، ودي بتدي نتائج هائله جدا في التخلص من خشونه الركبه. تقويه الرجلين باستمرار مع عمليه مهمه جدا، لان طول ما الكوادريسبس او العضله الرباعيه منفوخه ومش مشدوده وقويه بنمشي على الكاوتش مش بنمشي على الجانت. التمرينات الثابته بتاع تقويه الركبتين تمرينات مهمة جدا جدا للناس اللي عاوزة تخلص من الخشونة. اخر اجابة اعتقد هجاوب عليها عبد الله، وانزيمات الكبد العالية. قلنا المشروب الراوند من المشروبات المهمة قوي اقول تنظيم انزيمات الكبد. مشروب مغلي ورق الخرشوف من الحاجات المهمة جدا. السريس والجعديد بتاعنا اللي في البلد لو عصرناه وشربنا منه 3 كوبايات في اليوم قبل الاكل بنص ساعة بيدي تأثير رائع جدا في التخلص في تنظيم الانزيمات الكبد. مشروب العرقسوس الساحر العجيب ده
العرقسوس شفا وخمير. استاذنا الدكتور مصطفى عبد الرزاق نوفل بيقول العرقسوس شفا وخمير فعلا، لما كانوا المصريين بيشربوا العرقسوس حتى الراجل كان بيبقى حاطط البتاعة كده ويغسل فيها هي نفسها، ما كانش في حالات انتشار، ما كانش التهاب الكبد الوبائي منتشر بالشكل الكبير ده. عشان كده مشروب العرقسوس بتاعنا بتاع زمان ده احد اروع المشروبات الجميلة. مشروب الدوم برضو من الحاجات الممتازة جدا لتنظيم انزيمات الكبد. كل ده قبل الاكل. بعد الاكل لا يجوز ان احنا نتناول هذه المشروبات خالص. الكركم الاصفر معلقة منه الصبح وبالليل، مهم جدا في تنظيم الانزيمات الكبد. الصمغ العربي لو نقعناه وشربنا المية بتاعته على معدة فاضية بدي نتائج هائلة جدا في تنظيم عمل انزيمات الكبد. فيما يتعلق بسؤال احمد، في كتاب بتاع اغذية حبه وكبدك في ناس كتير جربوا البرامج، عندنا اكثر من 30 برنامج فيه. نعم. يقدروا يطبقوهم اكل يعني، فيها اكلات لذيذة ومعمولة بشكل حلو وبتدي نتائج هائلة جدا في الكتاب. متوفر فين دكتور؟ الكتاب متوفر في سوبر ماركتات تقريبا، محمل والحاجات دي دائما في السوبر ماركت اللي هو الـ 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 وموجود عندك في قناة الصحة والجمال. موجود عندنا كمان في قناة الصحة والجمال. طب مش ممكن تطلبوا الكتاب اللي هو أغذية يحبوها كبدك، وده فعلا من ضمن الحاجات الرائعة اللي الدكتور وفي حقيقة كل كتب الدكتور عادل رائع. وبرضو كان دائما في الحقيقة باستمرار في السؤال عن اللي هو برامج تنظيف القولون. والدكتور عادل عبد العالي اليوم وعدنا بان احنا هيعمل لنا زيوت طبيعية يعلمها لنا ان شاء الله، هنسجل معاه دكتور مش هنسيب الموضوع ده نعملها. لا باذن الله يعني احنا عايزين نعمل حاجه فعلا الناس تتعلم بيها. عايزين نعمل ده على الـ على الـ على الشاشه اعتبار فعلا الناس تستفيد. خلاص، لان الناس دلوقتي بيقول لك طب عايزين، بتقول انا ماليش علاقه باي حاجه. طب خلاص الناس عايزه، احنا عايزين الناس تتعلم في بيوتها. قمه الاقتصاد. نعم. قمه تطوير اي بلد. نعم. انك انت اذا كان زي ما الشيخ شعراوي بيقول اذا كان غذائك من فاسك. نعم. يكون قرارك من راسك. من راسك. نعم. اذا قعدت استورد شامبوهات وكريمات واستورد مستحضرات تجميل واستورد. نعم. 90% من امراضنا بسبب البرفانات اللي احنا عمالين نستخدمها. نعم. تخيل ان بتسبب لنا الاوتومايزر ده بيعمل لنا مشاكل كبيره جدا. نعم. احنا في الامارات وفي السعوديه وفي بيستخدموا دهن العود. تمام. اطيب واجمل وريحته. نعم. ادوم وما بيخترقش الجلد بالسرعه بتاعه الاوتومايزر. اعتقد بكده ردنا على حسين من الجزائر ومع عبد الله من القاهره وهند واسماء وايمان من ليبيا واسامه ومحمد من البحيره ونادية وأسماء وداليا كله وسماح ومحمد وفيها كل الناس ردنا عليهم. وإن شاء الله بإذن الله نوعدكم إن إحنا إن شاء الله مرة تانية. بقول للسادة المشاهدين موعد الدكتور عادل عبد العال على قناتنا كل يوم سبت وثلاث من الساعة 10:30 مساء حتى تقريبا ساعة كاملة بإذن الله تعالى، وفي بعض الإعادات أثناء النهار أثناء الأسبوع، وفي نفس الوقت كمان على اليوتيوب قلت ممكن تكتب بس الصحة تي في أو الصحة تشانل إن شاء الله هتلاقي كل حلقات هناك. في نهاية اللقاء أشكر باسمكم الدكتور عادل عبد العال نقيب العاملين في الأعشاب الطبيعية والمنتجات الطبيعية وأيضا نائب رئيس أكاديمية أونتاريو وكندا ورمز من رموز الطب البديل، بل هو أول من تحدث بهذا العلم وله باع كبير. شكرا لك دكتور عادل. العفو صح. ربنا يبارك فيك يعلو في ميزانك. شكرا. وإن شاء الله عند وعدك لينا إن شاء الله في تعليمنا الموضوع بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله تعالى. الشكر موصول لأسرة العمل حسن عبد السلام في التصوير وأحمد جلال في الصوت طبعا مخرجنا عمرو أنور، الشكر موصول لي ولكل فريق العمل. وهذا أحمد يوسف كان معكم مشاهدينا، أسعد الله يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.